السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نحمد فيه الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لصيام شهر رمضان وقيام لياليه وختم القرآن. نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل وأمد لنا في الأعمار حتى أدركنا العشر الأواخر من رمضان، ولله الحمد والمنة. كل هذه الأيام مرت في أفضل وأكرم الأحوال، فالناس بالنهار صائمين وبالليل قائمين، وبين دا وداك للقرآن العظيم تالين، وجوه الخير تمد أياديها البيضاء للفقراء والمساكين تضامنا وتقديما للمساعدة، لأن هذا الشهر هو شهر المواساة كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بالأمس مغربنا العزيز برمته كان على موعد مع ليلة القدر المباركة، هذه الليلة التي وإن كانت خفية في العشر الأواخر الوترية، لكن بعض الناس اعتادوا على أنها ليلة 27، ترجح لديهم من الأدلة ومن بعض البراهين. فبالأمس كان المغرب كله تقريبا مع موعد مع ليلة القدر المباركة، ولاحظنا بأن هناك اكتضاض كبير على مستوى مساجد الله وبيوت الله، ورأينا الناس يجتهدون في هذه الليلة ما لا يجتهدون في غيرها، ورأينا ولله الحمد والمنة اجتهاد كبير في التراويح وفي التهجد وفي تلاوة القرآن، ورأينا الناس يلبسون لباسهم المغربي التقليدي، يخرجون كلهم الرجال والنساء والأطفال ذكورا وإناث، ورأينا ولله الحمد أنوار الملائكية. ولا شك أن بالأمس كانت هي ليلة القدر المباركة، لأننا تابعنا ما وقع في السماء، علامتها أن تكون السماء صافية، وعند شروق الشمس مع الفجر تطلع هادئة، وهذا ربما لوحظ في هذه الليلة بالأمس، ولوحظ أيضا حماس قوي، لأن في هذه الليلة يقع حماس قوي للمؤمنين ونشاط في العبادة ما لا يقع في الأيام التي غيرها. ولاحظنا أيضا حتى في على المستوى الرسمي، لاحظنا بأن سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه أحيا هذه الليلة المباركة مع ثلة من أهل الفضل والخير، فكل هذه الأجواء تجعلنا نشعر بالإطمئنان ونشعر بالارتياح. لعل الله تعالى يتقبل منا ومنكم جميعا هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه المقربات. هو هكذا شهر رمضان المبارك، شهر تعبدي بامتياز، ونريد أن نتحدث في حلقة هذا اليوم أيها الأحبة الكرام عن أشياء أخرى مرتبطة برمضان وهي في انتظارنا، علينا أن نستعد لها، وخصوصا زكاة الفطر. فبعد ليلة القدر المؤمنون والمؤمنات يستعدون لأداء زكاة الفطر، فرمضان يمتزج فيه الجانب التعبدي مع الجانب الاجتماعي.
لأن ربنا عز وجل يريد فيه أن تكون هناك العبادة والطاعة، وأيضا تحقيق التكافل الإسلامي بين المؤمنين والمؤمنات، حتى يشعر المسلم بأخيه المسلم، خصوصا الفقراء وذوي الحاجات. لهذا ربنا عز وجل أراد أن تكتمل الفرحة ففرض على المؤمنين والمؤمنات زكاة الفطر. هذه الزكاة هي معناها النماء والطهارة والبركة. نقول زكى الزرع إذا نمى وزاد وكثرت بركته، فنحن نؤدي زكاة الفطر لأن الله تعالى يريد أن يتقبل منا هذا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويزيدنا من فضله، وينمي لنا هذا الأجر والتواب، ويطهرنا من الرفث والفسوق، ويزيدنا بركة. وتسمى زكاة الفطر لأنها من الفطرة، الفطرة من الخلقة، والفطرة تقتضي أن يكون هناك التراحم، وتقتضي أن يكون هناك التعاون بين خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وزكاة الفطر أيها الأحبة الكرام هي فيها أجر وتواب عظيم، حتى قال ربنا عز وجل: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعدنا ربنا عز وجل بالفلاح، ووعدنا بالزيادة والنماء والطهارة والبركة. هذه الزكاة هي تحمل معاني التضامن والتكافل الاجتماعي، فرضها ربنا عز وجل لما فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، لما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمون من مكة إلى المدينة. في السنة الثانية ربنا فرض علينا صيام رمضان، ومباشرة فرض ربنا تعالى علينا زكاة الفطر على كل مسلم، كبير أو صغير، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وجعل ربنا صيامنا وقيامنا يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى تفتح له أبواب السماء زكاة الفطر. فهذه الغاية فيها واحد نوع من التحفيز، كل ما فعلناه هذه الفترة المباركة من صيام نهار رمضان وقيام لياليه وختم القرآن وكل ما قمنا به من أعمال البر والإحسان، كلها تبقى موقوفة حتى نخرج زكاة الفطر، فتبقى معلقة بين السماء والأرض. فلما نخرج زكاة الفطر ربنا يفتح أبواب السماء، فتصعد كل هذه الأعمال إلى بارئها، وتقبل بإذن الله تعالى، فينميها ويزيدها، حتى إذا كان يوم القيامة وجدت جبالا كجبال مكة، ورأيت تلك الجبال هي حسناتك، ربنا يقول: نميتها لك، تقبلتها منك في الدنيا، ونميتها لك، وهي الآن هي من نصيبك في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أراد من ديننا الإسلامي أن يكون دين العبادات، ودين المعاملات، ودين العمل الاجتماعي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبين لنا الغاية التي من أجلها فرضت هذه الزكاة المباركة في حديث واضح. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذا الحديث النبوي الشريف المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين بأن زكاة الفطر إنما شرعت لتعالج أمرين مهمين. الأمر الأول هو طهرة للصائم وكفارة له مما يقع فيه من اللغو ومن الرفث. والرفث معناه هو الفحش في الكلام ومقدمات الجماع كالبصر وغيرها. يعني قد يقع للمؤمن اللغو اللي هو القيل والقال،
والرفت يعني هو عبارة عن فحش الكلام أو مقدمات في الجماع كالبصري وغيرها. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطهرنا تطهيرا من كل هذه الشوائب. وشرعت أيضا أيها الأحبة الكرام هذه الزكاة زكاة الفطر لهدف اجتماعي، وهو أن تسد خلة الفقراء وتشعرهم بالسعادة يوم العيد وتغنيهم عن الطواف، لأن بعض الفقراء يضطرون للطواف إذا احتاجوا، فربنا عز وجل نهاهم وأراد أن يغنيهم عن السؤال الناس وطلب مساعدتهم. ربنا أراد من الغني هو الذي يبحث عن الفقير، وليس الفقير يبحث عن الغني. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف هذا اليوم. فالغرض منها هو تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين ولكل الناس، حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى طعام أو شراب أو قوت. كل الناس وكل المسلمين ينبغي يوم العيد أن تكون لهم الفرحة. للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. ومن مقاصد الدين الإسلامي أن يكون يوم العيد متميزا، أن يكون المجتمع كله يلبس أجود اللباس ويأكل أحسن طعام، ويكون الناس في راحة وطمأنينة، وأن يكونوا جميعهم يشعرون بالسعادة، وأن يكون الفرحة تعم على الجميع. حتى إن بعض السلف الصالح كانوا يعطون لليهود والنصارى ممن كانوا في المجتمع الإسلامي. فتاريخ الإسلام معروف بأن هناك طوائف دينية تعيش بين المسلمين، وقد يكون من بينهم فقراء يهود أو نصارى، فكان المسلمون الأوائل يعطون لكل الفقراء ولا يستثنون حتى أصحاب الطوائف الدينية، يعطونهم مما أعطاهم الله إذا رأوهم محتاجين، لأن ربنا عز وجل أراد أن يكون يوم العيد يوم فرحة وسرور لكل المسلمين بل ولكل الناس. هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام نريد أن نؤكد بأنها ليست كزكاة المال، فالزكاة المال كتكون على الممتلكات، أما هذه فتكون على الرقاب على الأشخاص، لأن زكاة المال هذه خاصة بالأثرياء جدا الذين ملكوا المال وبلغ النصاب، عليهم أن يخرجوا منه. أما هذه تسمى زكاة الأبدان لا الأموال، زكاة الأبدان على الرقاب يعني على الأفراد. فربنا عز وجل لم يشترط في وجوبها أن يكون الإنسان بالغا ولا أن يكون غنيا ولا أن يكون عاقلا، لأن زكاة الأموال لابد أن يكون الإنسان غني. وفي باقي الأحكام الشرعية من عبادات وتكاليف لابد أن يكون الإنسان عاقل لا مجنون، وأن يكون بالغ لا طفل صغير. إلا أن زكاة الفطر تسمى زكاة البدن زكاة الرقاب هي مفروضة على الجميع، لا يشترط فيها وجوب العقل ولا البلوغ ولا الغنى، وإنما كل رأس خصو يخرج القدر ديال زكاة الفطر. قال عنه صلى الله عليه وسلم: أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. وهذا إشارة إلى أن حتى الفقير يؤدي الزكاة، حتى الفقير يؤدي الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. الغني يزكيه الله، والفقير الله يرد عليه أكثر مما أعطى، لأنه إذا أعطى فإن الله تعالى سوف يجعل الأغنياء يبحثون عنه ويعطونه فيكثر عطاؤه ويعطي مما أعطاه الله تعالى، فكتكون هذا الخير يدور على الجميع. هذه الزكاة أيها الأحبة الكرام ينبغي أن تخرج من أفضل ما يخرج الإنسان، لأنها زكاة تكون طاهرة تكون طيبة ومباركة، يخرجها المسلم عن نفسه أولا وعن زوجته
وعن أولاده وعمن تلزمه نفقته من الأقارب إذا كان عنده والدين فقيرين يعيشون معه أو عنده أولاد ذكور بلغوا البلوغ وكانوا عاجزين عن الأداء والكسب فإنهم أيضا يؤدي عنهم. والبنات قال العلماء حتى يتزوجن، البنات تؤدي عنهن حتى يتزوجن، لأن المرأة كتبقى دائما الفتاة هي النفقة على والدها إلى أن تنتقل إلى زوجها. فالإنسان يؤدي هذا الزكاة على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، ولكن عنده الخادم، عنده واحد الخادم أو خادمة يعيش معه في البيت أيضا يخرج عنه، ولكن عنده والدي فقيرين معه يخرج عنهما. أما الأولاد الكبار قالوا العلماء إذا كان كبير وكيكسب يخرج عن نفسه، والبنت كتبقى حتى تتزوج. في حين أن إذا كانت المرأة حامل فالحامل لا نخرج عنه الحمل، هذا الذي في البطن لا نخرج عنه زكاة الفطر إلا إذا ولد تلك الليلة واستهل بالصياح. وقد يكون بعض الناس عندهم ظروف ساقة لا يستطيعون إخراجها فلا حرج عليهم، خصوصا إذا كان الرجل معسرا، كان الرجل معسر ولم يكن عنده قدرة على الإخراج، فربنا عز وجل ندب أن يعوضها بالذكر والاستغفار، ولكن أكيد أن رحمة الله واسعة. هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام ينبغي أن نخرجها، متى نخرجها؟ في آخر رمضان نخرجها، من السنة أن نخرجها بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان، وتخرج قبل صلاة العيد. العلماء قالوا بأن فيها ثلاث أوقات، هناك وقت مسنون وهناك وقت فيه الجواز ووقت فيه التحريم. أما الوقت المسنون اللي هو من السنة النبوية الشريفة هو أن نخرجها قبل صلاة العيد، وذلك أن يكون في آخر يوم من رمضان لما تغرب الشمس. غالبا العيد هذه السنة سيكون يوم الاثنين بإذن الله، وآخر يوم من رمضان غادي يكون يوم الأحد. السنة هي أن نخرجها هي يوم الأحد بعد غروب الشمس، انتهى رمضان، هذا هي السنة، يسمى الوقت المسنون. وهناك وقت الجواز، العلماء قال لك يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة. لماذا؟ حتى يتسنى للإنسان أن يتبضع، الفقير لما أعطيه هذه الزكاة يستطيع أن يصرفها لشراء لوازمه. وحتى قال بعض أهل العلم أن هذا الوقت الجواز صار هو المسنون نظرا لمقاصد الشريعة. إذا أعطيت الإنسان المال في آخر وقت ربما لا يستطيع أن يشتري به ما يريد من مواد غذائية ولوازم العيش، لكن إذا أعطيت له قبل ثلاث أيام أو أربعة أيام فيستطيع أن يتبضع ويستطيع أن يذهب إلى السوق ويشتري لوازمه. بل هناك من العلماء من قال إذا كانت هناك ظروف استثنائية يجوز إخراج زكاة الفطر ربما حتى أسبوع أو أسبوعين قبل موعد العيد، لأن الغاية والقصد فيها أن ينالها الفقير ليقضي بها حوائجه. فهناك وقت مسنون وهناك وقت الجواز وهناك وقت محرم. الوقت المحرم هو إخراجها بعد صلاة العيد بدون عذر قاهر، هذا يسمى وقت محرم، كتكون صدقة من الصدقات. هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنهم يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذه الزكاة أيها الأحبة الكرام مقدارها هو عن كل شخص ينبغي أن يؤدي يخرج صاعا نبويا. الصاع النبوي هو أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وتخرج من غالب قوت أهل البلد
قد يكون قوت أهل البلد كما في المغرب مثلا عندنا القمح والشعير والذرة، في بعض البلدان الخليجية عندهم الأرز والزبيب، وهناك من عندهم الأقط والتمر، فكل بلد يخرج من خارب قوتهم. نحن في الغالب نخرج من القمح والشعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. السؤال الذي دائما يطرح في مثل هذه المناسبة: هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا أم لابد أن نخرجها من المواد الغذائية؟ بعض العلماء قالوا بأنه لا يجزئ إخراج قيمتها نقدا، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، وقالوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن أخرج قيمتها نقدا. هذا رأي عند بعض الفقهاء، في حين هناك فريق آخر من أهل العلم ومن أهل الفقه والحديث والمقاصد قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية. وقالوا: لماذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجها نقدا؟ قالوا: لأسباب، من بينها أن العرب في ذلك الزمن كانت النقود عندهم قليلة، ندرة في النقود عند العرب، فكانوا يتعاملون بالمواد الغذائية، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس، أن تعطيه الطعام أيسر على الناس في ذلك الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في إشارة أن في زمننا هذا صار العكس، العكس هو أنك إذا أعطيتها نقودا كان أيسر على الموسر وأنفع للمعسر، لما تعطي هذه الزكاة وأنت من أهل الأعطاء سيكون الأمر بالنقد أيسر عليك، والفقير سيكون أنفع له أن يأخذها نقدا، لأن المقاصد للشريعة الإسلامية تنظر إلى التغير والتجدد الذي يقع في واقع الناس، فواقع الناس تغير، الآن صارت المعاملة أكثر بالنقود، أيام زمان النقود كانت قليلة، فتغير الواقع يؤدي إلى تغير الحكم، فالعلماء قال لك لا حرج، بل الأنفع أن نخرجها نقدا. ولهذا الهيئات الشرعية المعتبرة سواء ببلادنا المغرب أو بباقي البلاد الإسلامية كلهم أفتوا بأن نأخذها، أننا لا بأس أن نؤديها نقدا وهو الأفضل. ومقدارها يتغير، لماذا نقول نقدا؟ لأن تبين بأن بعض الناس لما نعطيهم الزكاة من خلال القمح أو الشعير فإنه يتراكم عنده قمح كثير والشعير كثير، وهو لن يأكل فقط القمح والشعير، يريد أن يأكل حلويات، يريد أن يأكل لحوم، يريد أن يأكل فواكه، يريد أن يؤدي فاتورة الماء والكهرباء، يريد أن يؤدي واجب الكراء، يريد أن يؤدي تذكرة النقل، كل هذه الأشياء إذا لم تكن متوفرة فماذا يفعل بكل هذه الكمية الكبيرة من القمح أو الشعير أو الذرة أو الزبيب أو التمر؟ فالمقاصد الشرعية تقتضي أن نعطيها نقدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن المسألة في يومهم هذا. مقدارها هو يختلف من عام إلى عام، ويختلف من بلد لبلد حسب غلاء الأقوات أو رخصها. هذه السنة رأي المجلس العلمي الأعلى في بلادنا المغرب رأى بأن مقدارها قد ازداد، نظرا لأن هذه السنة كما تعلمون جميعا هناك غلاء في الأسعار، ومن ثم فالقيمة النقدية التي تم الاتفاق عليها وهي مبلغ 20 درهم، 20 درهم لكل رأس، يعني للزوج والزوجة ولأولادهم الكبار والصغار، الذكور والإناث، ومن معك في البيت من خادم، وإذا كان عندك والدين كبيرين، وإذا كان عندك ضيف مقيم عندك مدة طويلة،
تخرج عن كل رأس 20 درهم. أما إذا كان الأمر بالدقيق أو دا فهو كيلوغرامان ونصف، كيلوغرامان ونصف من الحبوب أو الدقيق، ولكن الأفضل أن نخرجها نقدا، والإنسان هو يختار ما يراه مناسبا. ثم أن هذا القدر 20 درهم قد يبدو بأنه قليل، لكن إذا نظرنا بأن العالم الإسلامي اليوم فيه ما يزيد عن 1,500,000,000 نسمة، سوف نخرج جميعا هذا 1,500,000,000 نسمة هذا القدر من المال، فإنه سيصير ثروة كبيرة جدا ممكن أن نقضي بها للفقر، لأن هناك بعض الفقراء قد يتوفر لديه خلال هذا الفترة، ربما قد يحصل على 10,000 درهم أو 20,000 درهم، هذا يعطيه من هنا والآخر من هنا والآخر من هناك والآخر من هناك، فتتجمع عنده واحد الكمية كبيرة من المال ممكن أن يستطيع بها قضاء حوائجه الضرورية في الحياة. فرغم أن تبدو أنها ثمن قليل 20 درهم للرأس، لكن إذا نظرنا إلى الكمية فهي كتلة مالية كبيرة جدا. طبعا العلماء قالوا من أراد أن يتطوع بأكثر من ذلك فله ذلك، لقول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. كاين بعض الصلحاء ما كيعطيش 20 درهم، كاين كيعطي 50 درهم، 100 درهم، 1,000 درهم، كاين اللي ربنا يسر له، فكلما زاد. منهم من قال لابد أن نتقيد، هناك فقهاء أيضا عندهم المنهج الظاهري في فهم النصوص، قالوا ينبغي أن نتقيد بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه، ولكن المقاصد تقول أغنوهم في يوم ذاك عن التسول، أغنوهم، والغنى ممكن أن نزيده أكثر مما هو مقرر، فهذا كله من فضل الله، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذه الزكاة تعطى للفقراء وتعطى للمساكين وتعطى للمؤلفة قلوبهم وتعطى للرقاب وللغارمين وفي سبيل الله، كل هؤلاء الذين نص عليهم القرآن العظيم تجوز في حقهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه سنة نبوية شريفة وفريضة ربانية، الغاية منها هي أننا في هذا العيد السعيد نسعد كل الفقراء والمساكين ولا يبقى بيننا فقير أو محتاج. بعد هذه الفريضة التي فرضها الله علينا جميعا زكاة الفطر، تنتظرنا أيضا أيها الأحبة الكرام واحد حدث آخر سعيد جدا، وهو فرحة العيد وصلاة العيد، لأننا مباشرة بعد أن نؤدي هذه الزكاة سوف نكون مع موعد مع عيد الفطر السعيد. وهذا العيد الفطر نحن مأمورون بأن نبدي الفرحة ونبدي السرور، لقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فهذا العيد هو فرح للأمة الإسلامية جميعا، في هذا العيد يقع توفير الطعام لكل أفراد المجتمع، وفي هذا العيد يفرح الناس كلهم بربط العلاقة ديال الرحم أو الصحبة أو الجيرة، تصبح هناك العلاقات وطيدة وقوية مفعمة بالمحبة والمودة، علاقات الرحم وعلاقات الصحبة وعلاقات الجوار. وهذا العيد السعيد ينبغي فيه أن نبدي الفرح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. وهذا العيد السعيد أيها الأحباب الكرام لابد لكل المسلمين والمسلمات أن يبدو فيه الفرح، فقد جاء في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها في دار النبوة الدار الشريفة، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات، جارية يغنين، سيد النبي دخل إلى بيته فاتجع على فراشه وحول وجهه وتركهم
يغنون ويبدون الفرحة والسرور. وبعد فترة دخل سيدنا أبو بكر اللي هو أبو عائشة رضي الله عنها، فلما دخل انتهرها، قال لها: أم ازمرت الشيطان في بيت رسول الله ونهر ابنته؟ هذا لا يليق، لا يليق أن يكون الغناء وأن يكون الضرب بالدفوف في بيت رسول الله. فأقبل النبي الكريم على أبي بكر وقال: دعهم يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني أرسلت بالحنيفية السمحة. لأن كان في المجتمع النبوي جماعات من اليهود وكانوا يظنون بأن الدين الإسلامي فيه تضييق على النفوس وفيه تكاليف شاقة، فكان سيدنا النبي يؤكد بأن الإسلام دين اليسر ودين الوسطية ودين الانفتاح. قال: أترككم، لأن كان جار للنبي يسكن قريبا منه كان يهوديا، فقال: خليهم يسمعوا الجيران ديالنا اليهود أننا نحن في هذا اليوم فرحون مسرورون نفرح بنعمة الإمام، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني أرسلت بالحنيفية السمحة. وفي المساء لما دخل النبي الكريم المسجد جاءه عدد من الحبشة، جاءوا من السودان، حبشة أسلموا، فبدأوا يرقصون ويلعبون بالدرق والحراب. أمنا عائشة تعجبت هذا يقع في مسجد رسول الله، فالنبي قال لها: أتشتهين تنظرين إليهم؟ قلت: نعم يا رسول الله. قالت: فأقامني وراءه خذي على خده. تصور سيد النبي يجلس وينظر إلى هؤلاء الحبشة يغنون ويرقصون بالدرق والحراب، رقصة سودانية حبشية، هل كنقولوا احنا قناوة؟ فالنبي كان يسعد وهو ينظر إليهم. أمنا عائشة تشرئب بعنقها، قال: تعالي تشتهين تنظرن إليهم. فأقامني وراءه خدي على خده، وبدأت أنظر إلى هؤلاء الحبشة يرقصون. ولما جاء سيدنا عمر قال: أيقع هذا في مسجد رسول الله؟ فقال: دعهم يا ابن الخطاب، دعهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. ثم قال: دونكم يا بني أرفدة. فلما سأل سيدنا النبي سأل قال: ماذا يقول هؤلاء؟ كان سيدنا أنس ابن مالك يفهم الحبشية. قال: يا رسول الله، إنهم يقولون بلغتهم: محمد عبد صالح ودينه أمر فالح، محمد عبد صالح ودينه أمر فالح، وكأنهم يقيمون أمدح نبوية. فقال النبي الكريم: دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة، أي زيدوا في ذلك، هنيئا لكم. فالمقصود في هذا العيد السعيد أن تكون هناك فرحة وسرور، ونحن الحمد لله في مغربنا العزيز تقام الحلويات ويكون يوم عطلة رسمية، والناس يلبسون أجود اللباس التقليدي ويجتمعون مع العائلات والأحباب، وتكون هناك أغاني في الطرب الأندلسي والغرناطي وغيره، كله في الأمداح، كلماته تكون في الأمداح النبوية والتغني بالأمجاد والتغني بالأشياء التي فيها قيم أخلاقية وتربوية، غايتها إدخال الفرحة والسرور على قلوب الناس. وكل هذا فيه فرحة بصيام رمضان وبتقبل ربنا سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح. أريد أيها الأحباب الكرام أن أشير لكم باختصار شديد ماذا علينا أن نفعل في هذا العيد السعيد، عيد الفطر. لابد أن نرفع أصواتنا بالتكبير يوم العيد، نكبر. لماذا؟ لأن الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن تحدث عن آيات الصيام وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هكذا قال الله عز وجل بعد أن أتحدث عن آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم. آخر الآيات ماذا قال؟ قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن علينا أن نرفع أصواتنا بالتكبير يوم العيد،
وهذا يبتدئ منذ ثبوت الهلال ثبوت العيد. ونبدأ هذا التكبير في الصباح لما تشرق الشمس وضحى العيد، نتوجه للمصلى فنبدأ أول ما نبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونقولها بالصيغة الجماعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هكذا نردد هذه التكبيرات لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نبدي الشكر، نبدي الفرحة، شكرا لك يا رب أن أعطيتنا الصحة والعافية، شكرا لك يا رب أن مددت لنا في العمر، شكرا لك يا رب أن أعطيتنا كل هذه الخيرات والبركات. ليلة العيد يستحب أن نغتسل، نغتسل ونستحم ونتهيأ، ثم نلبس أحسن الثياب، الثياب المغربي التقليدي الحمد لله الناس يواظبون عليه، خصوصا البياض اللون الأبيض وما شكله، ثم كذلك نتطيب، نستعمل الطيب، نستعمل الطيب الجميل، لأننا سوف نسلم على الناس وسوف يعانقوننا ولا بد أن يشموا منا رائحة زكية. من السنة النبوية الشريفة أننا نأكل قبل الخروج من المنزل، لأننا في عيد الأضحى نأكل بعد أن نأتي من الصلاة، لكن في عيد الفطر نأكل أولا، نفارق الصيام ولو على تمرات أو على جرعات من الماء، ثم نخرج إلى الصلاة العيد ونحن نسير في صلاة العيد نجهر بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونحن نسير جميل أن نذهب من طريق المصلى إلى طريق ونعود من طريق آخر، نذهب من طريق معين وفي الرجوع نغير، لماذا؟ لأن كل ما نمر عليه من حجر أو شجر إلا ويسلم علينا ويستغفر لنا، يسلم علينا ويستغفر لنا. ثم لابد أن نظهر عظمة العيد، نخرج جميعا لأن هناك أشياء ينبغي أن نخفيها في العمل الصالح، الصدقة نخفيها حتى لا تعلم شمالنا ما أنفقت أيماننا، لكن في الجهاد وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيد ينبغي إظهار عظمة الإسلام، إظهار شعائر الدين. نقول ها نحن دا ذاهبون إلى الصلاة، نسير من طريق ونعود من طريق لإبراز عظمة الإسلام وعزة الإسلام. ثم قد نضطر أحيانا أن لا نصلي في المصلى، المفروض أن نصلي في المصلى في أرض الخلاء، وفي مغربنا العزيز كل إقليم من أقاليم المملكة الشريفة إلا وقد أعد لها مصلى كبير. أحيانا قد نضطر للصلاة في المساجد، خصوصا إذا كان هناك المصلى بعيد جدا وهناك ناس كبار السن ونساء ومرضى أو صعوبة الوصول عن طريق وسائل النقل، فنضطر للصلاة في المسجد أو يكون هناك مطر أو حر، لا بأس أن نصلي في كبريات المساجد. وهذا الذي يقع أننا نفتح المصليات وأيضا نفتح كبريات المساجد للصلاة تيسيرا على الناس. لما نذهب إلى الصلاة نصطحب معنا النساء ونصطحب معنا الأطفال والصبيان دون استثناء، حتى المرأة الحائض أيضا لها أن تذهب إلى المصلى، لكن دون أن تصلي، وإنما تشهد دعوة المسلمين، كما جاء في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني تأتي حتى الحائض تأتي ولكن تبقى في الهامش تستمع لدعوات المسلمين. هذه الصلاة لما ندخل المسجد أو إلى المصلى
فيها ركعتان، ركعتان في العيد. الركعة الأولى نكبر سبع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الثانية عندنا خمس تكبيرات، تكون قبل الفاتحة، قبل الفاتحة يكون الركعة الأولى سبع تكبيرات، الركعة الثانية خمس تكبيرات. نقرأ في السورة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية. هكذا جاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. بعدها يقوم الإمام للخطبة، نستمع إلى خطبة العيد وهي سنة ليست واجب، ومن لم يحضر الخطبة وقام بعد الصلاة فلا ضير عليه، لكن جميل أن نستمع إلى الخطبة لأن الإمام يعطينا توجيهات وإرشادات مهمة فيها فوائد للناس. ثم بعد أن ننتهي من الخطبة نبدأ في التهنئة، يهنئ بعضنا بعضا، نهنئ المصلين معنا، من وجدناه نقول له تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، إذا التقى المسلمان هكذا يقولان كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى بيوتنا ونصل الرحم، نصل الرحم مع العائلة والأحباب والمقربين. وعلينا أن نسعى أيها الأحباب الكرام أن نعفو ونصفح عمن أساء إلينا، فالعيد هو عيد الفرحة والسرور والعفو والصفح. وكنا نردد ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ينبغي أن نطوي الصفحة ديال الماضي ونبدأ حياة جديدة. النبي الكريم لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما المخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ما في غل، ينبغي أن نزيل الغل من قلوبنا وأن نصل رحمنا وأن نجتمع معهم وأن نتهادى، وينبغي أن نعطي الهدايا للأطفال الصغار، فرحة العيد فرحة السرور تسمى هدية السرور، ندخل الفرحة على الأطفال الصغار وعلى الكبار، نضفي جو من المرح والسرور على حياتنا. ثم نتفقد الأرامل والمساكين والأيتام، لأن النبي الكريم أعطى أجر وثواب كبير لمن تفقد هؤلاء. قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ثم أمرنا بأن نحسن للأيتام وغيرهم لما قال تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وبالوالدين وإحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا هو الأمر الإلهي للجميع، لابد أن نفرح بالجميع ونسعد بالجميع. فاللهم يا رب تقبل منا صيام رمضان، وتقبل منا قيام لياليه، وتقبل منا يا رب ختم القرآن، وتقبل منا ما قمنا به من عطاء وبدل وإحسان. اللهم يا رب أهل علينا هلال فرحة العيد هلال شوال بالخير واليمن والبركة على بلدنا المغرب العزيز وعلى سلطاننا المحبوب وعلى بقية أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم أهل علينا هذا الهلال بالفرحة وباليمن والبركات والإيمان والسلامة والمغفرة والرضوان. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين زدنا من فضلك، زدنا من نعيمك، زدنا من كرمك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين تجاوز عنا ما وقع في صيامنا من أخطاء أو من هفوات أو من نسيان أو من عجز أو من كسل. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم واعف عنا فيما بقي، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب يا كريم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن أوطاننا، اللهم كثر خيراتنا،
اللهم رخص أسعارنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا إلى سبل السلام. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك غفور رحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ارحم أمواتنا أجمعين واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في جنات النعيم. اللهم ارحم أمواتنا وأصلح أحياءنا واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وعيدكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.